تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتمت اليوم المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بحضور ضيوف مصر من المحاكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة. وأوضح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن عدد المتسابقين بلغ هذا العام 108 من 58 دولة تسابقوا في 8 فروع تهتم بالشأن القرآني. هذه مسابقة كما طرحنا على الملأ أعلى درجات الشفافية، المتسابق يختار أسئلته بنفسه، التحكيم دولي كما رأيتم، لكن كما ذكرت مصر رائدة دولة التلاوة حقيقة رغم قوة المنافسة. المراكز التي دخل فيها المصريون حققوا نتائج عظيمة، وهذا يبشر بخير. وكما قلت لدينا جيل عظيم من القراء الآن قادر على حمل اللواء واستعادة أمجاد دولة التلاوة المصرية. وقررنا إنشاء إدارة خاصة في وزارة الأوقاف لرعاية النوابغ والمواهب في مجال الدعوة والقرآن الكريم. طبعا شرف وفخر لأي حد يتكرم ويكون يعني سبب التكريم حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي شجعنا وشجع الأمة كلها على حفظ كتاب الله، فقال من معه القرآن وظن أن أحدا خيرا منه فقد حقرا مع عظم الله. فأحنا بشكر رئيس الجمهورية وبشكر وزير الأوقاف وبشكر كل الشعب المصري على جهوده ووقوفه معنا في هذه المسابقة بفضل الله سبحانه وتعالى.